يا معاوية، وبعدين السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ معاوية، حياك الله شيخ معاوية. أعطينا دور أستاذ وادي. تفضل شيخ معاوية الشامي. شيخ معاوية الشامي، الحسين عليه السلام سلام الله عليه مشمول في آية التطهير، هذه فيها نقاش؟ والله يا أستاذ وعد، الآية نزلت لزوجات النبي أمهات المؤمنين أولا، ثانيا آل الكساء إذا بدك تقول أنه مضمونين بالآية، يعني سيدنا النبي رمى عليهم قطعة قماش، كمان سيدنا النبي كفل عبد الله بن أبي بن سالو، يعني نفس القصة فريد. ها يعني الحسين يعني تساوي الحسين، تقيس من قيس، لا تقيس من قيس، هيك نحن يعني تساوي الحسين عليه السلام بالمنافق. المعنى بالتطهير هو عدم الشرك بالله والزنا، أما العصمة لا. طيب هذا مفهومنا الآن. آية التطهير شملت النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ شملت النبي بالتعظيم له، بأنه طيب. هو سيد البيت، سيد البيت. طيب وعلي؟ والله بالنسبة لهذا يعني نحن بنقول هاي ما هي مضبوطة، ها ما نزلت في أمهات المؤمنين. يعني صحيح مسلم اللي ذكر حديث الكساء ولا سنن الترمذي واللي صحها الألباني وصحها العلماء، هذا كله كذب. اللي روى حديث الكساء وهي أمنا أم المؤمنين، أي هل صدقت ولا كذبت في روايتها؟ عشان تكذب، عشان روح لحظة لحظة إذن النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما شمل عليا عليه السلام في الكساء، النبي على حق وعاش قالت الصدق. أم المؤمنين تقول الصدق دائما، أما معنى أنه وضع عليهم القماش أو العباءة، فهذا معناه أنه علي وأولاده إذا ثبت الحديث أنه ما بيشركوا بالله ولا بزنوا، أما عصمة ما في، هذا كذب وافتراء. طيب رسول الله ما يشركوا بالله ولا يزنوا، عمر يشرك بالله ويزني؟ عاش سيدنا عمر الفاروق، عاش الصديق، عاش خلاص. يزيد بن معاوية يشرك بالله ويزني؟ عاش يزيد أن يشرك بالله أو يزني، عاش. إذن شنو الفرق؟ أنا ليس معصوم. شنو الفرق عندك بين علي عليه السلام لا يشرك بالله ولا يزني، وبين يزيد بن معاوية ذا كلاهما نفس القضية؟ والله يا أستاذ وعد، أنا بجاوبك بصراحة، اثنين أحدثوا بعد النبي، اثنين أحدثوا بدماء المسلمين. هذا جوابي. من هم؟ الاثنين أحدثوا. من؟ الاثنين أحدثوا. من؟ من هما؟ علي أحدث ويزيد أحدث، هؤلاء في عصورهم كانت فتنة ولم يستطيع أن يوقدوا الفتنة، هذا رأيي أنا ورأي جميع المسلمين. ومعاوية أحدث أو لا؟ حاشا لسيدنا معاوية، سيدنا معاوية على حق، حاشا ومات موحد. لحظة، يعني كما قال أحد العلماء، يعني أخونا معاوية الغربيين، لولا معاوية لذهب الإسلام. تفضل. يعني إذا عندك علي بن أبي طالب عليه السلام أحدث ومعاوية لم يحدث وحاشى معاوية كما تقول، إذا معاوية يكون أفضل من علي بن أبي طالب عندك؟ طبعا سيدنا معاوية أفضل من علي، سيدنا معاوية حكم 20 سنة جمع شمل المسلمين ووحد الله وقدم الفتوحات، علي بعصر الفتنة كان مغلوبا على أمره وبقي بهذه الغلبة حتى قتله أحد جنوده الخوارج. سمعتم إخواني هذول اللي هذه الحقيقة تخافون منها، هذه الحقيقة. معليش بس كلمة حاج وعد. سمعتم إخواني؟ إيه معاوية. أنا بعد أرد الأخ عمرو يرد عليه، تفضل أخوني كلمة وخلي السنة يردون عليه. إخواني يا على السنة أمامكم، يقول بس الآن أتركك، يقول أن عليا عليه السلام لم يقدم شيء وأن معاوية أفضل من علي 100 مرة، أفضل من علي. لا لا لا، هذا كلام غير صحيح يا جوان، غير صحيح. هذا أمامك، رد علي.
تفضل اخونا احمد. احمد يا اخ معاويه، اخ معاويه اهدى قليلا ارجوك. ما كيف علي لم يقدم شيء يا رجل؟ بالله عليك، انت من اهل السنه والجماعه، علي بن ابي طالب رابع الخلفاء الراشدين. يا رجل اهدى، قول كما يقول شيخ الاسلام يا معاويه. قد يقول معاويه اخطا بشيء من قليل او اجتنب عليه الامر. حاج وعد ما يقول هيك كلام الاخ معاويه. نعرف الان الاخ، يا اخ معاويه اعيد لحظه، الان تنبهت معاويه، انا عرفتك فيما تقول شجاعا في ارائك، وين كنت لا اتفق معك. سؤال، اي هو لا يعرف. لا 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 لحظه 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 حتى لا يتشتت الحوار. معاويه اعيد لك بعد ان ذكرك الاخ، ايهما افضل بما قدم ويكون افضل، علي عليه السلام ام معاويه عندك؟ انا يا ابادي كلامي واضح، نحن ناخذ الاثر بعد وفاة سيدنا النبي. أنا أتكلم صلى الله عليه وسلم، علي لم يقدم شيء، علي نصبوه الخوارج، علي لم يأخذ من سعر عثمان، هذه حقائق تاريخية. أما معاوية صبر وحكم ولم يشمل الأمة وعمل الفتوحات وحكم المسلمين 20 عام، فهو أفضل وتوفى على التوحيد. فمعاوية أفضل من علي عندكم كسنة؟ نعم، بعد وفاة سيدنا النبي علي معاوية أفضل من علي. أنت متأكد أن الله عن سيدنا معاوية؟ يعني هذه حقيقة، هذه حقيقة، هذه لا أبو أديب ولا غير أبو أديب بنفية. هذه تفضل يا أبو أديب، هل هذا ماذا قدم علي بعد وفاة سيدنا النبي؟ تفضل يا أبو أديب. هل هذا معتقد أهل السنة عندك يا أستاذ معاوية، شيخ معاوية الشامي؟ هذا معتقد أهل السنة، وخصوصا أهل الشام السنة النبوية الأموية هكذا نعتقد. نعم لحظة خلي جاوبك المستفسر. أهل الهند، معاوية تسمعني؟ تفضل. مين معي؟ أنا من سوريا، لا تكذب على أهل سوريا يا معاوية. يا معاوية هذا حاج وعدي ورطة، لا تنجر لكلامه يا رجل، هذه ورطة الحاج وعدي. أنا أعرف طريقتك تراب لحتى تتخلص من وساخة هذا الاسم. اسمك رزية أعظم من رزية يوم الخميس، تغتسل 7 مرات إحداهن بالتراب بس مشان تتخلص من دنس هذا الاسم. لا تكذب على أهل سوريا تقول هذا معتقد أهل سوريا. من أين أنت من سوريا؟ تفضل، أنت من أين من سوريا؟ على أهل سوريا، أنت لقاق صحيح. من أين من سوريا؟ تفضل، شو عطينا إشو؟ بسوريا في شي حضارة غير الأمويين؟ جامع الأمويين، مكتبة الأمويين، حديقة الأمويين، صارة الأمويين، يعني عم تكذب حالك أنت؟ نحن بسوريا كلها عندنا أمويين. نحن نتبع آل البيت. مثل ما قلت لك، تروح حاليا تغتسل 7 مرات إحداهن بالتراب وتغير اسمك مشان شوي تنظف. عيب عليك معاوية، سيد راسك، احنا ما يسوي عندنا نعال. طيب الاخ عمرو السني استاذ عمرو، السلام عليك. يا حاج وعد ما يصير تجاوز، ارجوك الرموز ما يصير تجاوز. لا 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 لا، معاويه مو رمز، ما يعتبروا رمز، السنه ما يعتبروا رمز. ابادي اكو انصاف، اكو في انصاف. معاويه انتم لا، ما في على الكافر اخواني، لا حد يكتمهم، الله يبارك. طيب لحظة، خلي يتكلم عمر. يا أبو أديب أرجع لك، خلي يتكلم الأستاذ السني عمر، وهو سني، خلي نشوف شنو رأي السنة. تفضل أستاذ عمر. الله يحفظك. شوف والله يا أستاذ وعد، أقسم بالله العظيم أنا ما رأيت يا حاج وعد، هذا مو سني، هذا مو سني يا راجل. عيب يا راجل، عيب يا أنا والله سني، والله سني، ويا أمه جامعا يا أخوان. لحظة يا عمي، هذا ايه يا عمي اللي بدأت فيه؟ انا مش سني. من اولى بالخلافة، ابو بكر ام علي بن ابي طالب؟ طب تعرف تسكت؟ يلا جاوب بعدين قول من انت. يلا جاوب. ان شاء الله يجيب. والله انا لا اراك انت وزميلك التاني ده، والله لا اراك انت وزميلك معاوية ده الا اصلا عملاء.
اقسم بالله العظيم. فما تتكلمش وملكش دعوه. بص يا سيدي انا هجيبها لك يا وهابي، اعتبرني هندوسي، اسكت بقى خلاص ماشي. اللي عايز اقوله حضرتك، اقسم بالله العظيم انا ما رايت احدا من اهل السنه بيقول اللي قاله معاويه من شويه ده. ده اجماع اهل السنه. وحتى روح تركيا، روح المسجد بتاع ايا صوفيا، هتلاقي يكتب لك ابو بكر عمر عثمان علي، كل اهل السنه يجمعون على ان الامام علي هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو ده الخليفه الراشد الرابع. وكل اهل السنه الفقه السني كله يجمع على ان الامام علي كان على الحق في حروبه مع الناس اللي حاربته سواء في الجمل او في الصفين. ده كل اهل السنه، وكل اهل السنه يؤمنون بقول بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ومين ختمهم؟ هو الامام علي رضي الله عنه. وهو عشان كده حتى الامام علي يا كبير، لماذا تتصل بي؟ تفضل تفضل. بيقول ايه انا والله ما بسمعه الجدع قليل الادب ده اسمه. تفضل تفضل تفضلوا. هذا الزنبلك، بص حضرتك حاجتين، زنبلك بيطلع يكعب المتكلم، والاخ اللي طلع بيه بيكعب المتكلم. ومعاويه يقول لك ايه؟ قدم الى الاسلام، فقدم لا يقول لك مثلا ايه؟ انت لم تاتي بجديد. كل ده حضرتك لما تدرس يعني الكوميونيكيشن هتلاقي دي اسفه واغبى طرق، اللي هي ايه؟ انك انت تقلل من المتكلم. فارجع مره ثانيه اقول ماذا قدم بعد وفاه سيدنا النبي؟ ماذا؟ طيب هقول لك انا مش سامعك قوي، بس هقول لك اسكت عشان اول حاجه سؤالك ماذا قدم فلان من الناس الى الاسلام؟ هذا كلام المنافقين، لان الله سبحانه وتعالى بيقول يمنون عليك ان اسلموا، انا اسلمت وعملت للاسلام، تمام كده؟ ده المنافقين كلها تمنوا علي اسلامكم، ما تمنش، ما تقولش انا عملت للمسلمين. فانت بتوقعني وبتوقع الامام علي والناس اللي درس الدين، بتوقعهم في غلطه ايه؟ قدم للدين. مفيش حد بيقدم للدين، الدين اللي بيقدم لنا كلنا. فسؤالك سؤال واحد جاي من خلفيه غير اسلاميه، واحد لا يقرا القران الكريم. وكلكم على فكره انتوا السلفيه انتوا لا تجيدون القران الكريم، ولذلك انتوا تمسكوا في الحديث ماذا قدم ماذا فعل. فاذا لا يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. اخر حته يا استاذ وعد، الزنبلك المجسم بالنسبه للمنهج الوهابيه، هو يقول لك ايه؟ انا لا اجسم، مثلا يقول لك الله ليس جسم، مع ان ابن تيميه يقول لك ايه؟ انا لا انفي الجسم ولا اثبته. وطريقه ردهم هي دي، عباره عن رد يشمل النفي والاثبات. يعني مثلا حضرتك تقول ايه؟ انت في مصر دلوقتي، يقول لك مثلا ايه؟ لا انا مش في مصر، انا في القاهره. السلف يا جماعه بيعمل كده بالظبط، كذاب قاشر، والسلف يقول لك يشكك في عقيدتك، انت مش كذا، انت مش شل، انت مثلا مش سني، انت وهو اكذب خلق الله على الارض. ولذلك خد بالك انا لما بضرب فيهم دول ضيعوا البلاد، دول مجرمين. ماذا قدم علي يا عمر؟ انت تلف وتدور. سؤالك سؤال الفاسقين المنافقين، لا يقدم احد من البشريه للاسلام شيء، بل الاسلام هو الذي يقدم للناس شيء. اسلامنا وقراننا علمنا نقول لك كده، قد نبأنا الله من اخباركم، ما في حد بيقدم للاسلام شيء. هذا كلام المنافقين، كلام المنافقين، كلامك ربنا علمنا. اقول لك ما تسالش ماذا قدم فلان للاسلام. طب معاويه قدم ايه بقى للبشريه؟ معاويه لو ما كانش في الاسلام، معاويه جمع المسلمين وحكمهم 20 عاما وقدم الفتوحات كلها. فرعون روح مصر عندنا، انا تسلقت الهرم ده لحد فوق، اتفرج على عظمه الحضاره اللي عملها القدماء المصريين وفرعون، ومع ذلك ربنا خسف بيه الارض وغرقه. ما بتتحسبش بطريقتك، طريقه المنافقين. انت بتكلم مسلمين حملك كتاب الله والناس فاهمه الدين، ما تلعبش الجيم ده معانا. وان كنت انا شاطر في الناحيه السنيه، اللي عندك دول فاهمين الشيعه اكتر مني ومنك، فانت مش هتروح في حته بين الجناحين دول، فخد بالك. اخر حاجه ارجع لكلامي ثاني، حته التكسيم ديت،
فالوهابيه زي ما اخونا وعد كده قال يقول لك ايه، الله ينزل نزول حقيقي، والله مش عارف له يد حقيقيه. طب هل يا جماعه في المجاز ينفع اقول مثلا ايه، مثلا خالد اسد حقيقي؟ المجاز لا يجتمع مع حقيقي. يعني لو قلت خالد مثلا اسد حقيقي سنت، معنى كده انه له ذيل وله اربع مش عارف يمشي على اربع واو، فالكنايه وكده لا تجتمع مع الحقيقه. فكلمه حقيقي دي انت مجسم، واخد بالك، وتجسم دين الله سبحانه وتعالى. والف الف شكر يا اخونا وعد. شكرا لكم، الله يبارك فيك. لحظه اخونا، من جسم حاج وعد؟ وايش انتم مجسم، انتم الوهابيه مجسم؟ نحن نثبت ما اثبت الله لنفسه. احسن لحظه، لا 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 لا، انت لا تثبت هذا. الله يثبت لي نفسه. انت وهابي مجسم. طيب ليش رد عليكم الازهر؟ الازهر ليش ردوا عليكم يا حاج وعد؟ الازهر مفتي تونس ليش رد عليكم؟ مين رد علينا؟ مين؟ الازهر الشريف كله رد يا عليكم يا حاج وعد. لا تدخلنا بين السنه والسنه، اترك. ليش هم سنه وردوا عليكم؟ ادخل لك الزيديه سنه. اي دخلهم هذا كتاب. هذا كتاب اهل السنه الاشاعره، شهاده علماء الامه. وأهل السنه و1400 سنه تكذبون علينا بسببكم نحن تشيعنا. ليش تكذبون علينا؟ ليش تكذبون علينا؟ شنو بيناتنا؟ شنو ثواني، شنو مالكم دخل؟ ليش كذبتوا علينا؟ ليش كذبتوا علينا؟ ليش لما نولد وبالجوامع تكذبون علينا؟ ليش تكذبون علينا العاد؟ شنو ماله دخل؟ أنا اللي دخل كم سنة تكذبون علينا أنتو؟ ليش كل هالسنين كذبتوا علينا؟ أنا اسمعني، أنا شنت سني وأبويا سني وخطيب والدنيا مشتعلة، ليش كذبت علينا؟ ليش كذبتوا علينا؟ ها؟ معاوية فتح البلدان، إيه فتح البلدان؟ كانوا يروحون يخطبون نسوان العالم. بشرفكم تقارنون علي بن ابي طالب بهذولا؟ بشرفك تقارنون علي بن ابي طالب سلام الله عليه؟ معاويه حينما فروا جماعتك، حينما فروا في معركه احد، امير المؤمنين سلام الله عليه بقى وحيدا يدافع عن علي، عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله. اسمع، في معركه احد حينما فر صحابتك وقال كنت ارجو كالاروى مثل التيس البري، ها، بقى علي ابن ابي طالب سلام الله عليه وحده يدافع عن الرسول. لك هي غير مكتوبه الروايه، انا عاد اقرا روايه. شنو التجاوز؟ انا ما تجاوز. حينما هزم اميرك ورجع يجد اصحابه علي بن ابي طالب سلام الله عليه، ذهب وفتح خيبر. حينما ذهب ابو بكر وهزم في خيبر، علي بن ابي طالب فتح خيبر. هاي الانجازات، مو تجي انت بس تحكي كل شيء ماكو. تجيبون علي بن ابي طالب مقارنه بناس قتلوا. يا اخي هذا مستبصر، خليه يتكلم. هذا اذيتوه. بس لحظه، هذا أذيتوه، هذا كان سني وأبو خطيب، تعب منكم، خدعتموه، خلي يعبر عن شعوره. يعني شوف هسه هم ما عرفناهم مع الحق ولا مع الباطل. هسه دا يقول معاوية، نحن نعرف قتل أهلنا. اسمع، ما يسمع عمر، بس خلي لا يسمع. خلينا نحن ما همناهم يسمعون على شنو. نحن مو همنا هم يسمعون، نحن نريد الناس السنة تسمع. هو ده يقول معاوية أنجز. معاوية إيش أنجز؟ قل لي شلون توفت السيدة عائشة، احكي لي على مقتل السيدة عائشة. يلا أنتوا هسه ما عرفتكم أمهات المؤمنين. يلا طلع لي قاتل السيدة عائشة، طلع لي إياه. قول لي منو؟ إذا كنت رجل قول أن معاوية هو قاتل السيدة عائشة. والله ما يطلع. شلون قاعدين؟ أنتوا جذابين، خدعتونا، كل هالسنين دمرتونا كل هالسنين دمرتونا. كنتوا تكذبون وتتهمون الشيعة بالكفر، ولما كنتوا تتهمون الشيعة بتحريف القرآن طلع التحريف بأصبح كتبكم. أنجز، أنت من تقول معاوية أنجز؟ معاوية سوى،
معاوية سويت لي إله هسا أعطيني إثبات شلون وافات السيدة عائشة. نحن اليوم نريد نلغي مقتل الإمام الحسين. نحن نريد نلغي مقتل. اسمعني أخويا الله يحفظك الله يحفظك بس اسمعني. نحن نريد نلغي مقتل لا. الإمام الحسين. أعطيني مجال سيدة عائشة على هذا كذبكم ودجالكم. انتو ابن تيمية الروح مع الحسين. ابن تيمية اسمعني ابن تيمية يقول كل واحد ما يجسم الرب فهو كافر. كفرت المعتزلة كفرت المعتزلة لا عيب 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 وكفرت اسمعني اسمع كفرت المعتزلة وكفرت الإباضية وكفرت الجماعة الثانيين الأشاعرة والماتريدية كفرتهم وقلت اسمعني وقال ابن تيمية كل واحد من المعطلة فهو كافر والصفاتية فهم هم المسلمين. أعطيني إثبات وقلت الشيعي دخلوا حتى في الخلق نحن نصف كما الله أختنا 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 أم جعفر لحظة طلبتك أخواني طلبتك أبو أديب طلبتك أخواني هذا كتاب كامل الآن صنف والآن طبع يقول نقض عقائد الأشاعرة والماتريد يعني نسف عقيدة السنة الآن طبع نقض عقائد الأشاعرة والماتريد يعني إحنا وأهل يعني نحن وأهل السنة على طرفي نقيض بالله الله ما نجتمع معهم في الله الله تبعهم غير الله تبعنا نقض عقائد الله أكبر كتاب كامل هذا كتاب كامل للغامدي يقول نقض عقائد اسمع الصفات المعنوية والصفات الثبوتية ومنهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى بل يوجد عندي مصنفات هنالك كتاب من 3 مجلدات اسم الكتاب منهج الأشاعرة ومنهج أهل السنة في توحيد الله تبارك وتعالى يعني أنتم طريق ونحن طريق تخدعون من؟ الأخت صحيح كلامه والشيخ عمر افهم منكم في هذا القصه شنو صحيح ما يعرفون كوعان من بوعان هذا من عارفين شنو عم بيحكي حاج وعد ثواني حاج وعد هو انت ليش ما تسكت تخلينا نحكي ليش ما تخلينا نحكي ولكو انت اسمعني نحن هسه موضوعنا كان بامير المؤمنين سلام الله عليه وبالانجازات الاسلاميه اللي سويتوها انتهكتوا اعراض الناس فضحتونا اليوم نخجل نقول مسلمين بسبب ما سويتوه انتو الامويين باسم الاسلام يقول لي والله انتو شو عليكم بينا اني تقف على المنبر تشذب علي ولك تشذب علي تقول لي الشيعة تحرف القرآن تشذب علي تقول الشيعة هم اللي قتلوا الامام الحسين وتروح على امام الغزالي شنو يقول يحرم على الواعظ ذكر مقتل الإمام الحسين لأن به بغضا للصحابة الصحابة شو عليهم بقتل الحسين ولك بس تعال دخلها براسي شنو يحرم على الواعظ ذكر مقتل الحسين لأن به بغضا للصحابة حاج وعد مد رحمة لأبوك ما تدخلها بعقلي الصحابة شو عليهم بقتل الإمام الحسين بالله لا عمر سلام عليكم عمر وعليكم يقولون رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هسه طلع علي عليه السلام ما عنده إنجازات هذا الخنزير معاوية لحظة يا حداد لا تسبوا ممكن أدخل على النقاش تمن من أولا من معي عفوا معك عبد الرحمن من الأردن عبد الرحمن أنت الآن تعتبر أن أمير المؤمنين عليه السلام لا رابع الخلفاء الإمام علي عليه السلام هو الأفضل بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني أنت عندك الإمام علي هو الخليفة الحق طبعا وأنا هين أنا في عندي دليل هسه من صحيح بخاري أنت كذاب ومنافق وخالف سنة رسول الله عيب على رسلك يا منافق علي بايع أبو بكر رضي الله عنه علي بايع عمر
علي بايع عثمان يا ظالم. خلي يتكلم هذا من الأردن، من الأردن، خلي يتكلمون أهل الأردن. تفضل أخونا. هيا ها اسمع، بقول لك دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك يا أنس؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركت. تخيل أنس بن مالك ما بيعرف إشي إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، راحت الصلاة، ما في صلاة. هاي معاوية كان مستلمها، دمشق كان مستلمها معاوية. الله أكبر. يعني تخيل لوين؟ ولازم اسمع 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 أنا رست. اهدى اهدى اهدى، ما خلص كلامي. يقول لك رواية ضعيفة، هذا أي شيء عندهم هاي رواية ضعيفة؟ هاي رواية صحيحة، هاي رواية صحيحة، هاي في صحيح بخاري. الله أكبر. الصفحة والرقم 529 خلاصة الحكم حديث صحيح. الله أكبر، في البخاري ويقولون صحيحة لأنه البخاري البخاري. الله أكبر الله أكبر. وبالإضافة كده لو سمحت لو سمحت خلينا نحكي في حديث برضه. نحن صلاتنا في الشام صلاة معاوية بالملك العضوض، هذا ملك عضوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أخونا كمل من الأردن، المول الأردن كمل. شوف بقول لك في حديث، في حديث ثاني راح الله الله يرحمك يا علي بن أبي طالب يا يا أمير المؤمنين، بقول لك علي بن أبي طالب ذكرنا بصلاة كنا نصليها خلف رسول الله، نسوا الصلاة. علي بن أبي طالب ذكرهم بصلاة، ذكرهم بصلاة كان يصلوها وراء النبي 35 سنة. شنو كانوا يصلون الجماعة 35؟ 35 سنة شنو كانوا يصلون الجماعة؟ بالله أردفهم، تعال انطيني تعريف دينك شنو؟ هقولك هاي صلاة يومية تركت، صلاة يقول تركت السنة بغضا لعلي. أنس بن مالك بغضا لعلي تركت السنة، بغضا لعلي تركت السنة. صلاة صلاة يا اخوان، صلاة يومية صليت راحت، صلاة غيروها صلاة. ولك صلاة 35 سنة ثلاثة شنو كانوا يصلون؟ تعال قل لي أبا ذكرهم علي. لا علي علي ذكرهم بالصلاة. شو يا شيخ معاوية؟ يا شيخ معاوية وين ردك؟ رد علي. رد يا شيخ معاوية الشامي، رد. هذه الصلاة التي تكلم عنها. جزاك الله خير أخونا رياض الإبراهيم، الله يرحم والديك. يقول دا هذا التبرع نيابة عن كل من يصير على جهل وعناد مثل أبو أديب، وأنه يقاطع الآخرين دون دليل علم، وهنيئا لكل مستبصر. الله يبارك فيك. تفضل شيخ معاوية الشامي. يقول لك أنت شلون تقول أن معاوية أفضل من علي بن أبي طالب عليه السلام؟ شلون؟ أولا أنا أتكلم من الأسر ومن التاريخ ومن الدين. نحن أسر سيدنا معاوية في صلاتنا وفي عبادتنا، أما الصلاة اللي يتكلم على هذه في البصرة عندما قتل آل الجمل وصلى عليهم علي في صلاة الجنازة، كبر في صلاة الجنازة، هذا مفهوم الصلاة في الجمل. هذا في الجمل في الجمل في معركة الجمل، هذا ردنا، ليست صلاة الفرض، صلاة الجنازة. طب سؤال، طب سؤال، ليش بقول لك أنس بن مالك لقد وهذه الصلاة قد راحت ضيعت، ليش؟ هذه الصلاة التي يتكلم عنها أنس بن مالك كانت الخطبة طويلة، يتأخرون في الصلاة. زين اسمع طب شو رأيك، طب شو أبو موسى الأشعري؟ بس لحظة أخونا، لحظة، أنت تقول هذه في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فيها ركوع؟ هي تكبيرات، ذكرونا في تكبيرات الرسول صلى الله عليه وسلم. لحظة، إذا أنت وين تقدر للشيعي وين؟ لا صلاة لا إلا الله. أنت تقول في صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة إذا ما بها ركوع شلون البخاري وضعها في باب الركوع؟ تفضل. تفضل. أنا أتكلم عندما يذكرنا بصلاة، عندما قال يذكرنا بصلاة رسول الله هي في التكبيرات فقط. أنت مو قلت صلاة الجنازة، لحظة، أنت قلت صلاة الجنازة ولا لا؟ نعم نعم كان يكبر. كم ركعة؟ لحظة
لحظة، كم ركعة في صلاة الجنازة؟ أنت بدك الركعة ولا بدك التكبيرات؟ وأنت قلت بالبخاري خلاها بالركوع. لك 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 ولي بشرفك ويا ويا المقصود في الصلاة التكبيرات يا جماهير برشلونة، هؤلاء كانوا يمثلون بشرفكم، هذول يمثلون. ولك اصحى اصحى افتح الكتاب لا تسمع، شوف استاذ وعد لما يجيب لك المعلومه ما يقول لك صدقني، يقول لك روح افتح الكتاب مالتك واقرا شنو فيه، ترى وعد اللامي ما يقول لك صدقني، يقول لك روح افتح الروايه وشوفها بعينك. انا بتقول يا كنا اخ عمر تدري شنو المشكله؟ اخ عمر والاخ عمر والاخ الحداد من الاردن، المشكله انه يعني لان الطرف الاخر مخالف الي شيعي وكذا لازم انتصر انا بالنقاش حتى لو كنت على الخطا، انه انا اريد ان انتصر على الطرف الاخر بغض النظر عن انه اللي اقول الان صحيح فيه دليل علمي فيه دليل من القران، المهم هذا شيعي لازم اضربه، هذا سني لازم أضربه. يعني بالله عليكم مثل ما تفضل الأخ عمر في قضية المجاز والحقيقة، لما واحد يقول أن الله تبارك وتعالى عنده أصابع مثلا، هاي القضية اللي أثيرت موجودة في البخاري أن حبر من أحبار قال للنبي صلى الله عليه وآله إن الله يحمل السماوات على أصبعه والجبال على أصبعه، ما أعرف إيش إيش، فضحك النبي صلى الله عليه وآله تصديقا لقول الحبر هذا. اللي الآن لما أنا إنسان عاقل بغض النظر شيعي سني كذا، لما يقول لي الله عنده أصابع هنالك كيفية للأصبع، يقولون إحنا ما نخوض فيها نحيناها، أبدا لا نتكلم عن كيفية، لكن كل كلام له معنى، لأن الله إذا خاطبنا بكلام لا معنى له أصبح والعياذ بالله مثل الآن سيد زيان من دي يحكي وما إيش تقول أنت، فالله إذا قال كلام بدون معنى يسموه معطل، ما يصير إنه كلام بدون معنى، فلا بد وأن يكون للكلام معنى، فشنو معنى إنه الله عنده أصبع؟ المعنى اللغوي للأصبع هو العضو الذي ينشعب من الكف، ما في معنى ثاني، إلا أن تكون أشعريا أو ماتريديا أو شيعيا أو وتقول أنا أحمل الألفاظ ليس على ظاهر، أحمل المعاني ليس على ظاهر الألفاظ، إنما أصرف الظاهر إلى معنى آخر لاستحالة أن يكون الله تبارك وتعالى جسما ويستقيم. لما سألوا ابن عباس قالوا له يوم يكشف عن ساق، الآن يكشف عن ساق معناه أنه ساق مغطات، الآن أصبعي مغطى، لما تقول لي اكشف عن أصبعك أرفع الغطاء ويظهر أصبعي. ابن عباس شيخ وعد لحظة أخونا، ابن عباس ماذا قال لهم؟ قال لهم أنتم وين تروحون؟ يكشف عن ساق معنى عن شدة، لأن كما نقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، يعني شنو؟ عن شدتها وعن قتالها وعن المعركة، فما دام اللغة العربية والقرآن باللغة العربية ليش نجسم رب العالمين؟ والأمر بسيط وسهل يا أخ عمر، تفضل. الله يبارك فيك. والله أستاذ وعد أنت عارف حضرتك لما حضرتك مثلا لو أنا بسألك أقول لك إيه كيف العمل الآن المبنى اللي أنتوا بتبنوه ده، أنت ممكن ترد تقول لي إيه؟ العمل يمضي على قدم وساق، سنت صح كده؟ فهل كده العمل ليه ساق؟ ملوش ساق، دي كلام في اللغة العربية. الله أكبر. الله. فهو فعلا يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن شدة، وحتى انت لو خدتها بالمعنى المجسم اللي هو بيعمله أهل الباطل دوت، طب بالله عليك مثلا احنا في الدرجة حتى في مصر نقول لك ايه؟ المدير جمع الناس ووراهم الوش الازرق مثلا او فاهم. طب انا لو المدير جاب الناس في مصر ولا العراق ولا في اي بلد، تعالوا يا موظفين
وراح مرة واحدة كده قلع البنطلون وكشف ساقه. معناه ايه يعني؟ معناه ايه يا جماعة؟ مش تردوا عليه، انتوا جايين على المسلمين تلعبوا الجيم ده؟ انتم في مصر ذكرتني بالوجه، في 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 مصر مو تقول اوريك الوجه الثاني، شنو يعني هو عندك وجه؟ شو يعني الوجه الثاني؟ يعني معناه استخدمت هذا انه في وجه يبتسم وكذا وكذا، وفي وجه غاضب الى اخره، فاوريك الوجه الثاني. معناه ايش؟ سأعاملك معاملة ليست كمعاملتي الاولى، مش اسوي لك هيكي واضحك. معناه انا كنت عاملك معاملة وانت تدخل علي في البث واقول لك تفضل استاذ، وهذا اوريك الوجه الثاني، معناه سأعاملك هاي اللغة العربية احنا نستخدمها بالضبط. لو وعارف حضرتك كمان، انت عمرك شفت مثلا في مسلسلة مصرية ولا كلام المصريين ولا غير المصريين حد يقول لواحد تعالى انا هوريك ساقي؟ عمرك سمعت ده في اللغة العربية او في الدرجة؟ لا. ليس له، لا وجود له. لكن ده، والحاجة الثانية حضرتك خد بالك من اسمه ايه ابو اديب دوت، او ما يكلمني بيشكك في مثلا فيا وفي مذهبي، كل هجومهم هجوم على المستوى الشخصي، يهاجم على المستوى الشخصي. لذلك اول ما الوهابي اللي هو المجند مثلا من قبل الاعداء الاسلام يعمل كده معاكم يا مسلمين، لازم تضربوه. حاجه برضو يا استاذ وعد عشان ما اطولش عليك، يعني حضرت من يعني احد ولا انا انت ما اعطيتني جواب يا استاذ عمر، لماذا هو يا استاذ الى الساق؟ انا سالتك سؤال، ماذا قدم علي بن ابي طالب بعد وفاه سيدنا النبي يا استاذ؟ طيب هقول لك سؤال، هقول لك هرد عليك. شوف يسال بالتوحيد هذا يقول هرد علي بن ابي طالب، لكن توحيد ربنا مجسم عيقله. دي واحد ارد عليه. طيب هل ينفع انا يا استاذ وعد كمسلم اقول ايه؟ ماذا قدم يحيى وماذا قدم لوط للاسلام؟ هل السؤال ده سؤال اسلامي؟ مش ربنا ناهي عن السؤال ده؟ مش ربنا قايل ان انت لما بتسلم لله سبحانه وتعالى ده ربنا اللي بيديك؟ انا كبشر شوف، حتى لو وصلت لدرجه النبوه ما يقدرش نوح يقف يقول لك ايه انا قدمت للاسلام كذا، ولا عيسى يقول هكذا. فلذلك سؤالك جاي من مثلا تركيبه موساد، تركيبه مثلا حد مجند الكتروني، مش خلفيه اسلاميه. اتفضل اخ عمر. انا دائما احاول بالبرنامج اوصل الافكار باسهل طريقه. الان ماذا قدم فلان للإسلام؟ بمعنى أنه أنا كمسلم عندي 120 ألف صحابي وعندي 120 ألف سي في لكل هؤلاء، وأقول هذا قدم وهذا قدم وهذا قدم وهذا قدم، فهذا أدنى من هذا. سؤال، نحن كمسلمين والأخ معاوية عنده 120 ألف سيرة لما قدم 120 ألف صحابي، هل هذا موجود؟ لا طب ما موجود. طيب إذا الآن جاءه إنسان غير مسلم يقول له أنتم تقولون رضي الله عن الصحابة أجمعين، ماذا قدموا 120 ألف صحابي؟ سيسكت، يقول له ما أعرف. يقول له طيب شلون أنت تقول الله رضي عنهم وما قدموا شيء؟ إذا هم ما قدموا غيرهم مثل ما تفضلت، في ناس قدموا للحضارة، يعني مثلا هم يقولون انه هارون اللي يسموه رشيد، زين، انه قال كان يقول قدم انه امطري للغيمة، امطري حيث ما شئتي فسيأتيني خراجك. وعبد الملك فتح البلدان، ومحمد الفاتح فتح البلدان، فاذا كانت العبرة بما قدموا فيلزم أن هؤلاء قدموا أزيد من أبي بكر، يعني بس واحد هارون أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد، تجمعهم لأنه فتح بلدان أزيد من كل هؤلاء. فهل العبرة أنه بما قدم على ضوء هؤلاء وبما لم يقدم؟ هاي وحدة. اثنين يا عمر، لما نقول لهم ماذا قدموا عمر وأبي بكر في حروبهم، يعني هل غاروا على إنسان؟ هل قتلوا إنسان؟ أعطونا اسم الإنسان. يقول ما عندنا، هذه ليست قياس. طب ليش عند عمر بن الخطاب وعند أبي بكر تكون ليست بقياس وأنتم روافض، وليش عندما تأتي لعلي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله
برز الإسلام كله للشرك كله، الذي قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله: لأعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عمر ابن الخطاب، إذا تسأل ماذا قدم عمر ابن الخطاب، يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وآله: غدا سأعطي الراية لرجل يحب الله ويحبه الله، عمر يقول: والله ما تمنيت الإمارة، الإمارة يعني الرئاسة، أمير المؤمنين، ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، كنت أتمنى أن أكون أنا. يقول الصحابة: فبتنا ذلك الليل أعناقنا تتطاول إليها أينا يعطاها. فلما جاء الصباح أعطاها لعلي بن أبي طالب. فالأمر الذي تطاولت إليه الأعناق، علي كان هو الأمير سلام الله عليه، علي بسيفه، بسيفه دخل أجداد هؤلاء إلى الإسلام. اليمن علي بن أبي طالب فتحها، اليمن دخلت إلى الإسلام بسيف علي بن أبي طالب عليه السلام. علي عندما تركه النبي صلى الله عليه وآله تركه مرة واحدة، ولما قالوا أنه تركه ذهب لكي يفضح هؤلاء، فسأل النبي صلى الله عليه وآله: لما خلفتني يا رسول الله حتى ينتشر هذا؟ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذه في حكمة عظيمة من النبي محمد صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه عادة العدو اللي في غرفتك، العدو اللي ضربك من غرفتك يكون أخطر من العدو اللي ماسك سلاح وظاهر. فالنبي صلى الله عليه وآله في المدينة يوجد منافقون يضربون النبي صلى الله عليه وآله، فوضع علي عليه السلام، وضع عليا سلام الله عليه وين؟ في المدينة، لأن كان فيها المنافق. فقال له: أنت بني بمنزلة هارون من موسى. شو منزلة هارون من موسى؟ الله تبارك وتعالى بينها، قال: اخلفني في قومي، اخلفني. تفضل. بس دقيقة واحدة، من اللي سأل وشو قدم علي بن أبي طالب عليه السلام الإسلام؟ أنا جمع القصيدة.